الحمد لله وفيق بربح. الحمد لله راه واحد الجمهور فرحان، هذه اهم حاجه. صحيح معناها اليوم نهار خاص بزاف بالنسبه لي انا، واحد تعرف الكره هذه حياتي معناها، انا حتى هي خير الكره. اليوم المباراه نتاع حبيت نكون في التيران موجود مع الاولاد، بون على غالب انا موجود معناها كيما اليوم حاضر. نشكر رايه نادي الفريق وارس مسلوس في العلم، نشكر الجمهور اللي اليوم كما تعرف هذه ماهيش حاجه شرف لاي جوار معناها يقع تكريمه، مش من اي جمعيه معناها جمعيه نادي الفريق قدام جمهور الكوب افريكان. الحمد لله نشكرهم وصعد سقعد شاد هذه نعتز بها لاخر حياتي. الحمد لله يعطيني الصحه، وكما قلت لك معناها نعاود نرجع نقول لك الحمد لله راه فرحانين. ولي عملت انت صابر حاجه تتقرى مع النادي الافريقي، حاجه تتقرى هذاك علاش الجمال الافريقي كل ظهر لي كبير وصغير يحبوه. الحمد لله ما دخلت عليهم حتى قطره عرق، ما عملت سينما، ما عملت حتى شيء، بالعكس كل شيء عملته بالافريكان بمحبه معناها من قلبي. الحمد لله كفاوني اليوم، فرحوا بي، شكروني، يعطيني الصحه، واني كيما قلت لك معناها ان شاء الله ديما باش نكون ديما موجود مع الافريقيين. راه كملت كجوار لكن ديما كمحب تو شنو ديما موجود.